بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد. معكم تلميذ حمد العروبي. دابا إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نقدم لكم حل ديال واحد النهايات كنا عطيناها لكم، يعني كنا بيبليوناهم في الباس، ودابا إن شاء الله غادي نشوفوا الطرق الإجابة على النهايات، يعني مستوى علوم رياضية وعلوم تجريبية. إذن على بركة الله نبداو بالنهاية الأولى. النهاية الأولى كتقولنا ليميت كون إكس تونفير موان دو ياك ديال x او كاري زائد 5x زائد 6 على x زائد 2 ياك. هذه دابا في النهايات كان اول حاجه كنديرو كنعوض بها، الا عوضنا هاد الحدود هادي زدت نعرف ناقص 2 زانت ناقص 2 او كاري هي 4 ياك، 4 زائد 6 هي 10، 2 ناقص 2 في 5 هي ناقص 10، دونك 10 زائد 10 ناقص 10 ايكال 0، دونك 0 على 0 فورم انديتيرمين ياك. عندما يعني كنلقاو واحد الحدوديه وكتنعدم في ناقص 2، اذا حسب الخاصيه ديال الجذع المشترك بي دو يعني دو الفا ايكال 0 كتامبليك بي دو اكس تقبلو ياك القسمه يكافئ ماشي تقبل قسمه على اكس ناقص الفا ياك. هادشي اللي كنعرفو. واخا حنا غادي نديرو قسمه على هادي، نديرو قسمه على اكس ناقص ناقص 2 يعني اكس زائد 2، دونك كتصبح لنا لا ليميت كون اكس تونفير ناقص 2 ديال اكس زائد 2 عامل، يعني لحقاش تقبل قسمه قلنا اكس زائد 2 عامل. بغينا نوصلو على بغينا نحصلو على اكس او كاري شنو خصنا نضرب يعني اكس، وبغينا نحصلو على 6 شنو خصنا نضربو 2 في اش جوج في اش جوج في 3، دونك اكس زائد 3 يعني هذا هو الشكل طريق التعميل. يمكننا ايضا حل المعادله نعطيو ايكال 0 ياك، ولقاو الجذور ديالها غادي نلقاو ناقص 2 هو الجذر ديالها ياك. دابا غنقسمو على اكس ناقص 2 اكس زائد 2، دونك ها هو الشكل غير المحدد غيمشي ياك. غيبقى لنا ناقص 2 زائد 3 هي شحال، هي 1، ومنه النهايه ايكال فهمتي. دابا هادي هي الطرق النهائيه، هادي هي النهايه الاولى. النهايه الثانيه، النهاية الثانية أظن تا هي سهلة، ناقص جوج ديال من ديال إكس ناقص جوج على إكس أو كاري ناقص إكس ناقص جوج ياك. هادي لي متفق معايا واخا. هادي إلا جينا عوضنا تجينا صفر على صفر فوغم أنديتيرمين ياك. إذن هنا هاد الحدودية إيكالا، يعني إلا عوضنا بناقص جوج إيكالا زيرو، دونك تقبل القسمة على إكس زائد جوج ياك. على إكس شنو قلنا هنايا؟ اكس تونفير 2 ولا اكس تونفير 2 ماشي موان 2، دونك هنايا تقبل القسمه على اكس ناقص 2 ياك. اذا هنايا لا ليميت كون اكس تونفير 2 ديال اكس ناقص 2 على اكس ناقص 2 عامل ياك. عامل بغينا نوصلو لاكس او كاري كنديرو اكس، بغينا نحصلو على ناقص 2 كنزيدو واحد، يعني كنضربو ناقص 2 في واحد هي ناقص 2 هي اللي عندنا هنا. الوغ غنسبليفيو باغ لا فورم انديتيرميني، وغادي تجينا واحد على جوج زائد واحد هي ثلاثة. إذا هذا هو حل النهاية يعني بكل سهولة. نمشيو النهاية الثالثة. دابا هنا دخلنا المعقول. النهاية الثالثة كتقولنا لا ليميت، لا ليميت كون إكس تونفير بلوس لانفيني ديال سينوس جوج ديال سينوس إكس ياك موان دوز إكس عفوا ياك. واخا دائما فاش تشوفوا ليميت كون اكس تونفير بلوس انفيني ديال سينوس ولا كوس ناقص شي حاجه، دائما اون في لونكادرومون فهمتي. لونكادرومون هو اللي غادي يحلنا هاد النهايه. علاش؟ لحقاش هنايا السينوس ليميت ديال سينوس اكس تونفير بلوس انفيني ديال سينوس اكس ما معرفاش. لحقاش علاش؟ لحقاش سينوس اكس مؤطره ما بين ناقص واحد وواحد، دونك لا ليميت كتامبليك بان لا ليميت بلوس انفيني ديال سينوس اكس كتنتمي لاش ناقص واحد وواحد. وحنا ديجا شنو قلنا حنايا؟ ان النهايه اذا وجدت فهي تكون واحده، وبرهنا عليها باستعمال باستخدام التعريف ياك. اذا هنايا ميمكنش تكون تقدر تكون جوج نهايات عندها ناقص واحد وواحد فهمتي. اذا هنايا ميمكنناش نقولوا، وباش يمكننا نبرهنوا بان لا نهايه عندها كناخذوا دو سويت ولا كنبرهنوا عليها باستعمال التعريف. اذا دابا هنايا غادي نستعملوا لونكادرومون. سينوس اكس محصور بين ناقص واحد وواحد، دونك الا نقصنا جوج اكس هنايا ناقص واحد هنايا، عاوتاني سينوس اكس ناقص جوج اكس، عاوتاني هنايا ناقص جوج اكس
زائد واحد ياك. الوغ هنايا غادي ندخلوا ليميت بلس انفيني، هنايا ليميت بلس انفيني، وهنايا ليميت بلس انفيني. ليميت بلس انفيني ديال ناقص جوج اكس اعلى درجه كناخذوه في الحدوديه تخرج لنا موال انفيني، وهذه موال انفيني. ودابخي دابخي لا ريغل دو جون دارموني غادي تجينا هاد الوسطانيه هادي ايغال موال انفيني ياك. اذا هنا تو سامبلومون هاد لا ليميت ايغال موال انفيني. دابا انا متفقين معايا مزيان هاك سيدي. دابا عاد ندخلوا للصحيح. شنو دابا هنايا لا ليميت اخرى، لا ليميت اخرى اكس موان بي سور دو في طونجونت اكس. لا ليميت دابا شديت مزيان لا ليميت كون اكس طونفر بي سور دو دي اكس ناقص بي سور دو ياك طونجونت اكس. نفرضو بان بي سور دو بلوس ولا بي سور دو موان، فان ليميت كون اكس طونفر بي سور دو ياك ديال ديال طونجونت اكس ايغال لانفيني. علاش؟ وهذا يدل على المنحنى، فاش كنرسمو الداله ديال طونجونت وهي تمثل بحال داله ديال ديال اكس اس 3. لما دابا هذا هو بي سور دو ياك اكس ايغال بي سور دو مقارب، لما اكس يقترب من بي سور دو اف دو اكس يعني طونجونت اكس فين كتمشي بلس انفيني. اذا وهذا الدليل على لما اكس يقترب من موان بي سور دو، اذا فهنا اكس طونجونت اكس يقترب من موان انفيني. اذا دابا هنايا هادي لانفيني، لانفيني في صفر ايغال فورم انديتيرمين ياك مزيان. دابا هنايا كيفاش نتخلصوا من هادشي؟ سهله عندي واحد الطريقه سهله. غادي ندير واحد شونجمون دو فاريابل ياك كونت اكس ايغال اكس موان بي سور دو ياك. اذا كونت اكس ايغال اكس موان بي سور دو ياك يعني ان اكس اكس ايغال بي كونت اكس بلس بي سور دو. كاين ما كاينش؟ كاين مزيان. دابا هنايا غادي هنا غادي تشعل معايا واحد واحد شويه، ولا غادي ندير واحد الطريقه واحده اخرى. نديرو حنا الطريقه هادي. دابا هنا كون اكس طونفر بي سور دو كونت اكس طونفر زيرو، دونك كونت اكس طونفر زيرو ديال كونت اكس طونجونت ياك كونت اكس بلس بي سور دو مزيان. دابا حنايا بغينا نفسر واحد الحاجه، شحال هو طونجونت الفا؟ هو ان سور طونجونت بي سور دو موان الفا. كاين ما كاينش؟ اذا نحاول نطبقوا هاد القاعده هنايا. دابا هادي كامله هي الفا فهمتي. اذا ايغال لا ليميت كونت اكس طونفر زيرو ديال كونت اكس طونجونت اش ديال واحد على طونجونت اكس بلس ديال بي سور دو ياك بي سور دو موان الفا موان داك كونت اكس موان بي سور دو. كاين ما كاينش؟ اذا نمشي هادي مع هادي، بما ان طونجونت داله فرضيه دونك الناقص غادي يخرج، دونك تولي لنا لا ليميت كونت اكس طونفر زيرو ديال ناقص 1 سور طونجونت اكس على اكس. لحقاش هاد اكس هذا هبطو اكس ايكالا واحد على واحد على اكس ياك. اذا هادي ايكالا واحد حسب التعريف النهائي، وهذا هادي كتساوي لنا ناقص واحد. اذا فهمتوني تو سامبلومون خص هادي هذا هو لاسيس ديال هاد ليميت هادي مزيان. نشوفو النهايه الاخرى، النهايه الاخرى كما قلنا اصدقائي النهايه الاخرى هادي هاد النهايه هادي هاد النهايه غادي نستعملو المرافق ياك. دابا نمشيو للنهايه الاخرى لحقاش هاد النهايه هادي ساهله. نمشيو لهاد النهايه هادي، النهايه شنو كتقولنا؟ ليميت كون اكس طونفر لحقاش ما بغيتش نتعدى 10 دقائق زائد اكس اس ان ناقص ان على اكس ناقص واحد. هادي الا جينا عوضنا واحد زائد واحد زائد واحد تل واحد يعني تل اكس اس ان ايغالا ان ان موان ان ايغالا زيرو. دونك هنايا دابا هنا اتفاهموا معايا مزيان، كاين اللي غادي يدير متتالية هندسية وغادي يدير اكس ناقص اكس اس ان موان زيرو، اللي ندي هاديك كتسم بحال اللي غادي تعد براسك. وكاين اللي غادي يدير واحد الطريقة، شنو هي ان؟ ان هاد ان هادي هي واحد زائد واحد زائد زائد واحد. كاين ما كاينش؟ اذا هاد واحد غادي نعطوه لاكس، عاوتاني هاد واحد نعطيو الاكس او كاري، عاوتاني هاد واحد نعطيو الاكس اس 3، وحنا غاديين واحد نعطيو الاكس اس ان. فهمتيني فهمتيني؟ شنو تجينا والناقص ناقص لاصقه فينا؟ يعني تجينا لا ليميت كون اكس طونفر ان ديال اكس ناقص واحد ياك زائد عاوتاني اكس او كاري ناقص واحد زائد عاوتاني اكس اس 3 ناقص واحد ياك زائد
اكس اس ان ناقص واحد على اكس ناقص واحد ياك يساوي لا ليميت كون اكس تنفر ان ديال اكس ناقص واحد زائد اكس ناقص واحد عامي اكس زائد واحد زائد اكس ناقص واحد عامل اكس وكاري زائد اكس زائد واحد وانت غادي ياك اكس ناقص واحد اجينا هنا يا عاوتاني اتعمل باكس ناقص واحد اكس ناقص واحد لا والو مبلش لا ما دخلش كاع واحد زائد شنو شمايا اكس زائد واحد ياك زائد اكس وكاري زائد اكس زائد واحد وسيري خليني نكتب انت كتكت انت معكس يا خويا سبحان الله العظيم زائد زائد اكس ويلي سير 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 عافاك سير زائد اكس اكس اس ام وان زائد زائد تال واحد فهمتيني فهمتيني مزيان اكس ناقص واحد اتمشي ان سامبلي في بار فورم انديتيرميني وتجينا واحد زائد جوج زائد ثلاثة يعني واحد زائد جوج زائد ثلاثة زائد ان وهادي شنو هي ان عامل ان بلس ان سور دو هادو قواعد خصنا نعقلو عليهم مرقي شوية سيري بحالك إذن هنايا هادي أجينا هاد الشكل هدايا ومنه يعني مراد تحديد النهاية النهاية أخرى شنو هي عندنا إكس سينوس واحد على إكس مزيان لا ليميت كون إكس تنفر بلوس إنفيني ديال من ديال إكس سينوس واحد على إكس غادي نديرو واحد سونس مو دو فاريابل لا أولا نديرو بلوس إنفيني في سينوس واحد سينوس صفر هي صفر وهي فورم فورم انديتيرمين ياك واخا دابا انا ندير واحد سونس مود فاريابل غرونت اكس ايغالا واحد على اكس لما اكس يمشي بلوس انفيني غرونت اكس كيمشي زيرو يعني اكس ايغالا واحد على اكس اذا نتجينا ليميت غرونت اكس تنفر زيرو دير واحد على غرونت اكس سينوس دو غرونت اكس وهادي ايغالا يعني نهاية مراد حلوها في البلاص نمشيو للنهاية الاخرى ليميت كون اكس تنفر موال لانفيني ديال اكس وكاري تا هادي شونجمون دو فاريابل ليميت كون اكس تنفر موال لانفيني ديال اكس وكاري عامل واحد ناقص كوس واحد على اكس ياك مزيان ليميت هادي واحد على لانفيني ايكالا زيرو كوس كوس صفر ايكالا واحد واحد ناقص واحد ايكالا زيرو زيرو في لانفيني ايكالا فورم انديتيرميني اذا نديرو شونجمون دو فاريابل دابا حنايا عندنا واحد ناقص كوس واحد على اكس نتذكر النهاية اكس تنفر زيرو دير واحد ناقص كوس اكس على اكس او كاري هادي ايكالا واحد على جوج اذا دابا حنا عندنا واحد ناقص واحد على اكس اذا شنو خصنا حنايا واحد على اكس وكاري لتحت اذا غادي نديروها ليميت كون اكس تنفر بلوس انفيني ديال ندير واحد ناقص كوس واحد على اكس ياك على واحد على اكس وكاري ياك ونضربو في واحد على اكس وكاري ونضربو في اكس وكاري اللي عندنا هنايا اذا نختزلو كاينه ما كاينش وهادي غادي نديرو شونجمون دو فاريابل غادي تجينا ليميت كون كونت اكس تنفر زيرو ديال من ديال واحد ناقص كوس كونت اكس على كونت اكس او كاري ايكالا هادي هادي ايكالا ان دومي يعني تو سامبلومون النهاية خرجت من المسير ياك دابا سيادي غادي نشوفو النهاية الأخرى دابا كاينين النهايات اللي غادي تخدمو بالشقاق ولكن حنا غادي نخدموهم يعني بالنهايات ديالنا حنايا غنخدمو بالشقاق كيما قلنا ليميت كون اكس تنفر بي سو 4 ليميت كون اكس تنفر بي سور 4 ديال سينوس اكس زائد كوس اكس ناقص راس سين دو على من على من على اش على اكس موان بي سور دو على موان بي سور 4 ديجا عوضنا صفر صفر على صفر فورم انديتيرميني كاري قول فورم انديتيرميني شكل غير محدد لا انا نوريك يسين عقل واخا سينوس اكس زائد كوس اكس كنا كنقولو فاش كتكون ا كوس اكس زائد بي سينوس اكس و تنديرو الى بغينا نرجعوها كدير جذر ا او كاري زائد بي او كاري عامل ا على راس سين ا او كاري زائد بي او كاري كوس اكس
زائد بي على راس سين ا او كاري زائد بي او كاري سينوس اكس ياك. ومن هنا كنجبدوا لا فورمولا، يا اما كوس ا موان مثلا كوس الفا موان بيتا، ولا سينوس الفا موان بيتا، ولا كيف ما بغيتي تجبدها تجبدها ياك. هكا حنا غادي نديرو هنايا شنو ندير؟ لا ليميت كون اكس تونفير بي سور 4 ديال من ديال غاسين 2 لحقاش غاسين 1 زائد 1 او كاري عامل غاسين 2 على 2 هي شحال؟ غاسين 2 على 2 سينوس اكس زائد غاسين 2 على 2 كوس اكس ياك ناقص غاسين 2 مزيان اكس مو بي سور 4. غاسين 2 على حالفنا الحظ بان كوس كوس بي سور 4 ايغالا سينوس بي سور 4 ايغالا ايغالا غاسين 2 سور 2 مزيان. دابا هنايا غاسين 2 سور 2 شحال هي؟ كوس بي سور 4. ولا نديرو حنا سينوس، نديرو حنا الكوس كوس اف سينوس اف كوس بي، يعني هادي شنو كيساوي لنا؟ لا ليميت كون اكس تونفير بي سور 4 ديال من ديال راسين 2 سينوس اكس بلس بي سور 4 موان راسين 2 ياك مزيان. بي سور 4 بلس بي سور 4 بي سور 2 سينوس بي سور 2 سينوس بي سور 2 ايغالا 1 راسين 2 موان راسين 2 ايغالا 0 0 سور 0 ايغالا فورم ا ديتيرمين. دونك راسين 2 غادي نعملو بهاكا وتجينا هنا 1 ياك على اكس موان بي سور 4 مزيان. دابا هنا متفاهمين معايا خوتي؟ واخا هادي هي اف دو اكس ياك. اذا تجينا لا ليميت كون اكس تونفير بي سور 4 ديال راسين 2 ديال اف دو اكس ناقص هادي قلنا اف دو اكس ديال اكس ايغالا بي سور 4 سينوس بي سور 2 هي واحد، دونك واحد ايغالا سينوس بي سور 2 وسينوس بي سور 2 ايغالا اف ديال من ديال اف اف ديال بي سور 4 ياك. لحقاش اف ديال بي سور 4 هي واحد. انت عوض معاك اش كتب بنادم على اكس موان بي سور 4 حيث ان اف دو اكس ايغالا سينوس اكس بلس بي سور 4 مزيان. دابا هادي شنو هي؟ بما ان اف متصله وهذا وكمل قابل للشقاق، اذا هادي شنو كتساوي لنا؟ راسين 2 اف بريم ديال من ديال بي سور 4. اذا المراد الان حساب اف بريم، وفاش تحسب اف بريم غتعوضها بي سور 4 وغادي تعطيك النهايه. فهمتي فهمتي؟ كاينه طريقه واحده اخرى، شنو هي؟ واحد هي سينوس بي سور 2، ودير سينوس ا موان سين بي غادي تجيك ان دومي كوس، ما عرفتش ما عقلتش على داك العلاقه. اذا دابا هنا حلينا النهايه فهمتي مزيان. شنو بقى لنا؟ داله الجزء الصحيح. واخا ليميت اكس تونفير بلس انفيني هادي ساهله ساهله مور الحساب، وهادي لا ليميت كون اكس تونفير بلس انفيني ديال او دو اكس موان زان على او دو اكس بلس ان ياك. نعلم ان داله الجزء الصحيح محصوره ما بين اكس ناقص واحد وواحد ياك. دونك او دو اكس ناقص واحد محصوره ما بين زيرو و اش اكس ناقص جوج ياك. كاين ما كاين شنو هنايا؟ واحد ولا زيرو؟ لا انا فصلت دير المقلوب ما غاديش يجيك. لا 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 انا ما كنتش داير ناقص واحد. تقدر تخرج بواحد الطريقه شنو هي؟ اكس تونفير بلس انفيني ديال ديال او دو اكس ديال او دو اكس ناقص ناقص واحد هي شحال؟ هي زائد واحد على او دو اكس زائد واحد ياك، ناقص جوج على او دو اكس زائد واحد هادي ايكالا واحد. هادي غادي نشوف واش ايكالا زيرو ولا لا. شنو ناقص؟ ناقص الفا، حيث ان هاد الفا هي النهاية هادي. اذا او دو اكس زائد واحد مأطرة ما بين اش و اش، ما بين اكس و جوج ياك، كاين ما كاينش. اذا هنايا دير المقلوب، ولا ندير المقلوب ما غاديش يعطيك. دونك هنايا هنا خصها تعطي ايكال زيرو. دونك هنايا غادي تجيك او دو اكس ماشي ناقص واحد، هنايا واقيلا هنا زائد جوج. ما عرفتش نشوف النهاية شحال شحال، لحقاش النهاية مأخوذة خديتها من واحد الكتاب، ولاني إلا غلطت أنا يعني. دابا ما عليناش ماشي مشكل، غادي نشوفو النهاية الأخرى. النهاية الأخرى هي المهمة، او دو اكس زيرو بلس ديال اكس او دو اكس. اذا كما العاده التاطير، لحقاش هاد الاداه نهايه هادو التاطير ما بين اكس ناقص واحد و اكس ياك.
الضرب هنا في اكس هنا اكس تجيك او كاري وهنايا اكس ياك ياك كاينه ولا كاينه قول اه مزيان الى جينا هنا ليميت في الزيرو بلس ليميت في الزيرو ليميت في الزيرو هذه ايكال زيرو وهذه ايكال زيرو دونك الوسطانيه دابخي لا جوندارمي هنا ايكال ليميت في الزيرو بلس دير اكس او دو اكس ايكال زيرو ومنه المطلوب كان الى ما تنساوش اخوت جيم لاباج والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.